خلونا بقى نركن شوية الذكاء الاصطناعي على جنب ونرجع نجرب أجهزة اللابتوب ونشوف ايه الأنسب بالنسبة لشغلنا. الجهاز اللي في الكرتونة دي عامل معادلة بسيطة قوي اللي هي 1 سم 1 كيلو. يلا بينا نتعرف على أخف وأنحف لابتوب من شركة إيسوس وهو الزينبوك S13 OLED. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معاكم مصطفى مكرم. كل الشركات بقت دلوقتي بتحاول إن هي تصغر الأجهزة بتاعتها تبقى على قدر الإمكان صغيرة تقدر إنك تشيلها معاك في كل مكان وفي نفس الوقت مع مواصفات قوية. جهاز النهاردة المنافس الرئيسي بتاعه هو الأبل ماك بوك إير. فيلا بينا بقى نتعرف على الزينبوك الجديد وهل هو مناسب لشغلنا في التصميم والديزاين ولا لا. يلا بينا نتعرف على المواصفات والعتاد اللي جوه الجهاز الرفيع الجميل ده. الجهاز هو من فئة الزينبوك سيريس واللي متميزة بشاشات الأوليد، ولكن في الجهاز ده رفعوا الجهاز بقى سمكه 1 سم والوزن بتاعه بقى 1 كيلو. ولو بصينا على الماتيريال اللي مصنوع بيها الجهاز هتلاقوا مفيش فيه اي حاجة بلاستيك. الجهاز كله مصنوع من الميتال والمغنيسيو، وفي من بره طبقه عامله شبه السيراميك اسمها بلازما سيراميك الومنيوم، وبصراحه ملمسها رائع وفي نفس الوقت ما بتبصمش خالص. هتلاقي من بره على الجهاز مرسوم التشيب بتاع الشعار بتاع فئه ايسوس الجديده اللي هو حرف الاي. الجهاز بيجي بمعالج من انتل كور i7 1355U مع 10 كور و 5 جيجا هرتز، بيجي من الجيل ال 13 من انتل وسيرتيفايد من ايفو، وبيجي بكارت شاشة من انتل ايريس اكس اي جرافيكس وبرامات 16 جيجا وب اس اس دي 512 وواي فاي 6 وبطارية 63 واط. وبيتوفر جهاز بلونين اللي هما الباسلت جراي والبوندر بلو، وبيجي مع ويندوز 11 هوم. لو بصينا بقى على الشاشة فانت بتقدر انك تفتح الشاشة 180 درجة، والجهاز بيجي بشاشة OLED 13.3 انش 2.K 2880 في 1800 مع اسبيكت ريشيو 16:10 100% دي سي اي بي 3 و 550 نت. طبعا شاشات الأوليد معروفة بألوانها وتشبع الألوان اللي فيها، وهنا بقى احب اوضح ليه الأوليد دايما انا عن نفسي انا بحب افضلها في الشغل، لان شاشات الأوليد هي عبارة عن مجموعة من البيكسل، فكل بيكسل بيبقى قايم بذاته او البيكسل ده هو اللي بينور الشاشة، بعكس الشاشات التانية اللي هي بتعتمد على البانل اللي هو بينور. فبالتالي اللون الاسود في الأوليد هتلاقيه لونه اسود، انما في الشاشات اللي بتشغل على البانل في الاضاءة هتلاقي اللون الاسود بيبقى رمادي شوية او مدي على جراي. فكل ما كان اللون الاسود اغمق ومديك الدرجة الحقيقية بتاعته هيكون افضل معاك، خصوصا لو انت بتشتغل تلوين او شغال بقى على color correction والcolor grading. ده بياخدنا لعيوب الاوليد وهي البيرن اوليد، او بيحصل حاجة اسمها حروق للشاشة، وازاي اسوس بقالها حوالي 2 سنين تقريبا نزلوا في برنامج الحماية بتاعهم اللي بيجي اللي هو الماي اسوس في الاوليد كير، وده خيار انت بتفعله علشان يحافظ على شاشة الاوليد عن طريق ان هو بيعمل ريفرش للبيكسل كل فترة علشان البيكسلز ما تعلمش. فالمشكلة دي محلولة مع اسوس. كمان بيجي مع الجهاز شنطة صغيرة بحيث انك تحط فيها اللابتوب، يعني هي حاجة صغنطوطة قوي يدوب على قد اللابتوب، لطيفة. كمان هم عاملين حركة حاطين لك الجزء اللي بيشيل العلبة بتاعت اللابتوب، بتقدر انك تستخدمه كسنادة تقدر انك ترفع عليها اللابتوب بحيث يكون استغلال امثل لكل حاجة بتيجي
مع اللابتوب. كمان في اللابتوب ده حاولوا ان هم يستخدموا كل حاجة معاد تدويرها بحيث تكون صديقة للبيئة، فمش هتلاقي اي حاجة تضر البيئة في الكرتونة بتاعتهم. بعد ما تعرفنا على العتاد اللي بيجي بيه جهاز الزينبوك، يا ترى الجهاز ده مين اكتر ناس هتستفيد بيه؟ انا في وجهة نظري في مجالنا هيستفيد بيه جدا المصورين، لان الجهاز زي ما قلت لكم خفيف ورفيع، سهل جدا يكون وسط شنطة الكاميرات معاك، مش هتحس بوزنه، وفي نفس الوقت اداؤه كويس قوي مع برنامج اللايت روم، تقدر انك تشتغل عليه اديتنج للصور بتاعتك مع وجود الشاشه الاوليد، ده اللي هيديك تشبع اكتر في الالوان وهتبقى شايف الالوان زاهيه قدامك. كمان هيستفيد منه الطلاب، الناس اللي بتدرس اونلاين، كمان تقدر انك تتفرج عليه على افلام مع وجود الشاشه الاوليد، هتلاقي الوان الشاشه حلوه في كل حاجه. كمان رجال الاعمال، الناس اللي بتسافر كتير ومحتاج ان هي تاخد لابتوب يكون خفيف وما يوزنش، يعني خيار تحفه بصراحه. طيب لو اشتغلت عليه شغل تقيل، لا مش هو الخيار الانسب لده، ممكن تاخد بقى فئه الزينبوك دول اللي هي تقدر انك تشغل عليها بقى برامج الثري دي، تقدر انك تشغل عليه مونتاج بشكل اكبر واتقل عادي، هو مخصص لده، انما ده مخصص للحاجات الخفيفه. بس هي دي كانت تجربتي ورايي في الجهاز ده، هل تنصح بيه؟ انصح بيه للفئات اللي انا قلت لكم عليه. في الختام، سبحان الله اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كان معاكم مصطفى مكرم.